إلى اليمن، حيث أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة بأن 13 حوثيا قتلوا في قصف لطائرات التحالف العربية استهدف مخازن أسلحة لهم هناك. في هذه الأثناء أفاد مراسلنا باندلاع اشتباكات عنيفة في جبهة الضباب بمدينة تعز جنوب غربي اليمن بين المقاومة والحوثيين من جهة، وذلك بالتزامن مع قصف لطائرات التحالف على تبة الخزان وعمارة كامل في المنطقة، أسفرت عن تدمير عدد من الآليات العسكرية عسكرية للحوثيين وقوات صالحة. كما قصفت طائرات التحالف دورية عسكرية للحوثيين بمنطقة الربيعي غربية تعز.